فين كل شيء اختي عند فندق بعد اقري معي متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر من قلب العاصمه العلميه للمملكه. متابعينا الكرام، كما كتشوفوا معنا في هذه اللحظات من امام المؤسسه التعليميه ابو شعيب الدكالي، كنشكروا الشركه ديال المفوض لها اللي جات قامت بالواجب ديالها واستجبت النداء ديال هذه الكارثه البيئيه. متابعينا الكرام، كما كتشوفوا رفقه السيد القائد واعوان السلطه، حنا كنطالبوا، حنا كاعلاميين كنطالبوا المنع ديالها، المنع ثم المنع ثم المنع. كما كتشوفوا متابعينا الكرام، لان مكان غير مخصص غير مخصص غير مخصص متابعينا الكرام، كما كتشوفوا معنا على المباشر، فهذا مكان قريب للمؤسسة التعليمية أبو شعيب الدكالي وملعب القرب كما كتشوفوا معنا على المباشر. فكنتمناو من المسؤولين باش يتم المنع ديالها، المنع ديالها. لأن مكان غير مخصص. غادي نخليكم مع التصريحات ديال الساكنه ديال اباء واولياء التلاميذ كما كتشوفوا معنا متابعينا الكرام. لان الكل تيستنكر هذه الكارثه البيئيه اللي قريبه من 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 من, من المؤسسه ديال التعليميه ابو شعيب الدكالي، وقريبه من ملعب القرب كما كتشوفوا معنا متابعينا، وقريبة من السكينة، وقريبة من المسجد. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حنا كنطالبوا من الجهات المختصة والجهات المسؤولة على هذه الكارثة البيئية باش يتم المنع ديالها بكل صدق وبأمانة. غادي نخليكم مع التصريحات. هكا. السلام عليكم. وعليكم السلام خويا. خويا حنا بالنسبة لهذا الشيء، بالنسبة لهذا الشيء اللي كيديروا دابا تيكرطوا، هذا ماشي حل، هذا كل سنة كيوقع، كل سنة كيجيو كيكرطوا كيمشيو كتولي الزبالة. حنا الرسالة ديالنا المسؤولين، هذا الباب هذه إلا كانت غتحل ديال هذه المدرسة، هذا الشيء اللي دايرين هنا وهذا الكراس فين كيتكمل كيتجمع هذا الزبل هذا ما تبقاش. هذا الشانط هذا راه شانطي، هذا راه خصو يتزفت، خصو تندار الجيرات، خصو هذا باب المدرسة راه خصها تكون منطقة خضراء. باب المدرسة خصها تكون منطقة خضراء، ماشي تكون زبالة. شوفوا هذه الحالة ديال هذا الشيء، هذه الجهة كلها راه خاصها تزفت وتتقاد وتندار فيها الجيرات، ماشي تندار فيها زبالة وتندار فيها الصالاسيون وكرا راس ومصيبة. حنا كنضر هاد الوليدات، راه صحة وليداتنا كتهلك، وحنا حتى حنا كنتهلكوا، لأن ساكنين بجنب المدرسة كنعانيو من هاد الشيء. شركة أوزون هي كتصيفط لك اللي كيهز الزبل، ولكني ما كتبقاش تراقبوا، ما كتبعوش وتراقبوا. أنا كنهضر على راسي، كنحطوا خنشة حدا الباب أجنا نهزها مول الزبل، ما كيهزهاش كتولي عليها 17 الخنشة، اللي جا لقاها كيهز عليها، اللي جا لقاها كيحق عليها، حتى كتولي 17 الخنشة و20 الخنشة. كنوليو حنا مسؤولة، الرسالة ديالنا المسؤولين يديروا حل هذا الشيء، يبقاو يتابعوا الناس اللي خدامين في الشركة ديال أوزون شنو كيديروا في خدمتهم، ماشي كيصيفطوا في الوحدات الليل وكيخليوهم هكا كيديروا ما بغاو، ويجيو هذه البلاصة هذه خصها تندار منطقة خضراء، تندار الشجيرات، تندار تزف التقادر. وهذا الشيء ديال هذا الردم هذا يحيدوا هذا الشيء، يقولوا للناس هذا الردم هذا اللي كيصلح دارو كيجيب الردم كتندار عليه الزبالة. وسبق لكم درتوا شكاية؟ درنا الشكاية، دارت الشكاية الأول والثانية والثالثة، كيجيو غير كيكرطوا بحال اللي كيكرطوا دابا بهالتراكس، كيكرطوا لا غدي كتصبح زبالة أخرى فوق منها عاود. ما كاينش الحل، هذا الشيء عمرو ما داروا لنا الحل، حنا خصنا الحل جذري لهذا الشيء. المطالبة ديالنا المسؤولين، هذه الجهة هذه خصها تندار زفت، تزفت، تقادت، تندار منطقة خضراء بابها للمدرسة باش الناس ما تبقاش تجي تحت الزبل. إلا كانت غيخليو ديك الكروسة تما وغيخليو ديك الردم تما. إلا علي كيفاش هذا التلميذ غيقرا؟ غادي يجيو غدا غير يضحكوا. كيفاش هذا التلميذ غيقرا وهو الدخان ديال الزبل، الرائحة، حشاك الكلاب، القطط،
اي حاجه كاينه هنا فهاد فهاد واش الولاد واش الولد كيجي شنو غير ديال البهايم كيصطم عليه ويدخل القسم؟ هاد راه ماشي حل. هاد الشيء كان الزبد البهايم كيصطموا عليه باب القسم باب المدرسه ويدخلوا كي دار كون كانت هنايا شانطي ومنطقه خضراء غيحشم بنادم يجيب يطول البهايم ديالو هنايا في باب المدرسه. الرساله ديالكم للمسؤولين، الرساله ديال المسؤولين حنا قلنا لك خصنا تندار هاد البلاصه هادي تندار منطقه خضراء وتقاد هاد الباب ديال المدرسه هنايا باش ما يبقاوش الناس يحطوا فيها الزبل، ماشي يجيب تراكس ويكرط هاد النهار ويردها لا غدي زباله. حنا ما بغيناش تراكس تجي يوميا مثلا، هما كيديروا خدمتهم يوميا كيجيو غيكرطوا ويمشيو في حالاتهم. حنا خصنا هادشي ما يبقاش، هادشي اللي كيحطوه هنا ما يبقاش. هادشي خصكم انتما حلول جذريه معلومه استاذ، حنا خصنا حلول جذريه، حنا خصنا هادشي يتحيد من 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 جدر، ماشي انكرطوا نوليو عاوتاني يومين ولا ثلاث ايام عاود نجيو نديرو مظاهره عاوتاني كرطوا، ماشي حل، ماشي حل هادشي هذا. حنا خصنا هادشي يتصوب بحال دابا بالله عليك، واش هادشي هذا شو الدخان تاني مطالع شوف دور دور وصور وشوف واش هادشي هذا شو كيداير، شو واش هادشي ولادنا حنا يقراو في هادشي هذا؟ اللهم من هذا منكار، راه ماشي مدرسه هادي، هادي راه هادي راه تقريبا ست سنين وحنا كنهضروا على هادشي هذا. يعني انتم بغيتوا تقطع بمره ما تبقاش معاك؟ بطبيعة الحال حنا بغينا هادشي تقطع بمره، ماشي يجيو يكرطوا ويمشيو بحالهم، حنا بغينا هادشي تصوب. كنطلبوا من المسؤولين يخرجوا ميزانيه يصوبوا لنا هادشي، صوبوا لنا لولادنا فين غادي يقراو. هادو راهو هادو هما الاجيال اللي طالعين، هادو هما الاجيال، هادو هما المشعل ديال كي قال هذاك ديال البلاد. الا تقرفصنا على هاد الدراري هادو شنو غادي يخرج منهم؟ ما غايخرج منهم حتى شي حاجه. الله يجازيكم بخير، كنطلبوا من المسؤولين يجيو يشوفوا هادشي هذا. شكرا. وكما تبعتوا معنا متابعينا الكرام فالواقع حنا كننقلوا الواقع بدون باك صاحبي كما كتشوفوا معنا الواقع. هيا شاهد هو استجبوا النداء، استجبوا النداء وجاو كينقيو. حنا كنطالبوا، حنا بدورنا كاعلام كنطالبوا من الجهات المسؤوله باش يتم المنع ديالها، باش يتم المنع ديالها. وكما قالوا التصريحات الصادمه اللي سمعتوا، قال لك خصهم حل جذري باش ما تبقاش فيها، ما تبقاش هذه مكان غير مخصص، لان حدا المسجد وحدا المؤسسه ديال ابو شعيب الدكالي وحدا ملعب القرب كما كتشوفوا معنا متابعينا الكرام. احنا بغينا حل نهائي، ما تبقاش لان مكان غير مخصص متابعينا الكرام. هذه الصراحه وبكل صدق وبكل امان. من بعد اللايف اللي درنا في قناه الشعب ميديا لايف استجبوا وجاو العين اللي ما كانوا كيحيدوا، ولكن بغينا حل نهائي لهذه الكارثه البيئيه متابعينا الكرام كما كتشوفوا معنا. لان كما كتشوفوا الاسوار ديال الملعب القرب كيولاو كحل بالعافيه، كيجيو الناس كيحرقوا. فهذه رساله للسكينه، السكينه خصكم من اجل مدينه فاس العاصمه العلميه بكل صدق. عندك اولدي عندك الله يرضى عليك. كما كتشوفوا استجبت، استجبت النداء، استجبت النداء ديال قناة الشعب ميديا لايف وجات وكرطات هاد الأزبال وهاد البقايا البناء كما كتشوفوا معنا متابعينا. فهذه رسالة حتى الساكنة من أجل مدينة فاس، من أجل العاصمة العلمية كما كتشوفوا معنا كارثة، كما كتشوفوا معنا الأسوار كحل لا حول ولا قوة إلا بالله. حنا بدون مكياج، حنا كنقولوا الواقع.
حنا بدورنا كاعلام خص ضروري هاد البلاصات تلقاو يلقاو لها حل. حنا كناشدوا جميع الجهات المسؤوله من اجل الكاميرات ولا من اجل المهم ما يبقاش هاد الكارثه، لان راه لا حول ولا قوه الا بالله، راه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. كما كتشوفوا معنا بقايا البناء، حنا كناشدوا الجهات المعنيه والجهات المسؤوله باش يتم المنع ديالها، باش يتم المنع ديالها. متابعينا الكرام بكل صدق